السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد عراقي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة جاي ومعايا ياسمين جاد، وكلمة واحدة قالتها: مفيش رجوع. وطبعا دي حاجة بجد محزنة جدا إن أنا أطلع أتكلم معاكم فيها. ومعانا هشام متولي اللي جاي مصمم في بثه المباشر إنه يتكلم عن صدمة جاد، مش عارف ليه هو مصمم إنه يطلق عليها هذا الاسم. وطبعا ياسمين جاد اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي عملت حاجات غريبة يعني بجد. بس قبل ما نتكلم ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أول حاجة دخول ياسمين المستشفى. كلنا زعلنا جدا جدا على دخول ياسمين، وكلنا دعنا لنا، وكلنا يعني بجد كنا خايفين عليها. لكن زي ما قالت صدفة كده، احنا كده مقفورين شوية. مقفورين ليه؟ لان التعب ما كانش اللي هو، وحتة تصويرها وهي نايمة كده على السرير، وحتة اللي هي مغمى عليها والحاجات دي كلها، وتعلقها للكالون او الحاجات اللي هي المحاليل اللي تعلقت لها، الصراحة كلنا خوفنا عليها. الا ان بجد الموضوع زي ما قالت صدفة، الموضوع كان اوفر شوية. اوفر ليه؟ لان الموضوع ما كانش مستاهل ده كله. على حسب كلام ياسمين، يعني اول حاجه اتكلمت، ما قالت لك انها ما دخلت المستشفى، قالت لك انها دخلت بسبب مغص كلوي. والمغص الكلوي ده ليه؟ عشان قله شربها للماء. زي ما انتم عارفين ان التكميم بيبقى محتاج شرب ميه كتير، تعويض سوائل. لازم بدل ما انا خدت حاجه فبحاول ان انا اعوض مكانها بدل الاكل، اعوضه بالميه، وافضل اشرب ميه كتير. فطبعا ده قله شربها للميه عمل لها زي مغص كلوي، وهو ده اللي اثر عليها. طبعا دي اول حاجه اتكلمت عن تكاليف المستشفى، وقالت لك ان تكلفه العمليه دي ممكن تكلف في حدود 33,000 وانت طالع، يعني 33 35. طبعا لو في بقى ممرضات وحاجات اللي انت عارفينها اللي بتبقى موجوده وعلاجات وحاجات دي كلها، ممكن توصل 35 40,000 بالكتير. طبعا من ضمن الحاجات الثانيه اللي حابب ان انا اتكلم معاكم فيها معاتبه ياسمين للمتابعين. يعني ياسمين بتعاتب المتابعين على التعليقات اللي رايحه لضني بسبب انه بيحننوا قلبه عليها. وطبعا دي حاجه مش عيب، مش عيب ان المتابعين يحننوا، لان زي ما قلت لك يا ياسمين قبل كده، دي حاجه مش هتقلل منك. هي شايفه ان الموضوع ده بيقلل منها، لا ده ما بيقللش منها، ده بالعكس، دي حاجه يعني عايز اقول لكم ايه، حاجه كويسه ان المتابعين يخشوا في صلح، عايزين يوفقوا ما بينهم تاني ويرجعوا ما بينهم تاني، وبيحافظوا على البيت خايفين عليه من الدمار، وده امر طبيعي عشان خاطر الطفل كمان الصغير اللي موجود. طبعا حته انها بتتكلم ان شايفه ان قول اللهم صل على سيدنا محمد، شايفه ان التعليقات اللي بتتعلق دي بتقلل منها، لا هي مش بتقلل مني. طبعا امر طبيعي لو ضني شادد شويه وطالع شويه كده يعني حبتين، ومقفور هو حبتين شويه، المفروض ان الست بالطبيعيه انها تطاطي، ما ينفعش انت تشدي وهو يشد، ده اكبر غلط. طبعا دي حاجه برضو كنت برضو هتكلم معاكم فيها. واتكلمت عن ان الاشعارات اللي بتوصل لضني هي بتوصل لها هي كمان. ليه بتوصل لها؟ لان هي وهو على نفس الايميل، فهي زي ما بيبعت لها، هي مش عايزه الاشعارات حتى انها توصل لها فيها تحنين، لا انا خلاص هي واخده مبدا ان مفيش رجوع، هي كل اللي حاطاه في دماغها ان مفيش رجوع. مش عارف هي ليه مصممه على حاجه زي كده، مع ان حاجه زي كده يعني فيها دمار وخراب للبيت، ما ينفعش ان انت تصممي على حاجه فيها دمار وخراب لبيتك. وقال طبعا عدم العوده لضني مره اخرى ابدا. طب ليه؟ ليه مش حابه انك ترجعي له؟ خلي بالك ان هيطلع عليك اشاعات كتير. لا دي اول حاجه هتتقال، لا دي هي مصممه على الطلاق، يبقى اكيد في حاجه تانية. خلي بالك القنوات هتطلع وهتتكلم، وكل واحد عنده حاجه هيطلع يقولها. فاول حاجه هيتكلم على حته اكيد في حد تاني، ما هي مصممه على الطلاق ليه؟ وده امر طبيعي، ما ينفعش ان انت تصممي على الطلاق، سيبيها لحد ما ربنا ييسر للحد وترجعوا لبعض تاني. لو ربنا مش شايف انه هترجع مش هترجعوا، بس ما ينفعش ان انت تصممي على حاجه ايه بلاش منها، يعني انك تصممي عليها. هذا من العوده مره اخرى لضني. واتكلمت كمان على ان والدها كان مطلق امها وكده، وهي اتربت وعاشت وكملت حياتها. طب ماشي، ده ظروف وده نصيب وقدر، ليه نكرره حتى مع انفسنا؟ ليه عايزه تعيش لوحدك؟ حتى لو والدك ما كملش مع والدتك، خلاص ظروفه حصلت ووالدتك شالت مسؤوليتكم وحب ربتكم وعملت وتعبت، ليه انت مصممه انت كمان على كده؟ خلاص ده نصيب وقدر، مش عايزين نكرره تاني، لان الكلام والاشاعات كتيره هتطلع مش هتبقى كويسه. ناس كتيره بيأيدوكي
لكن في ناس كتيرة بيعارضوك. واتكلمت طبعا وحابه ان ما فيش حد من المتابعين يتكلم في الموضوع ده تاني، وان خلاص رجوع من ضني ده مش هيحصل، ويا ريت الموضوع ده يتقفل على كده. وطبعا في اخر البث ما اتكلمت فيه اتكلمت عن ان القناه اللي هي عاملاها دي او اللي موجوده اللي هي عائله ضني الموجوده، هو سايبها لضني بس هي اللي تعبت فيها وهي اللي عملتها وهي اللي بذلت فيها مجهود كتير، وهي سايبها له، وهي مش فارق معاها، مش فارق معاها القناه، وانا كده عندي قناه كبيره ومش فارق معايا القناه دي. واتكلمت برضو على ان فلوسها او الحساب بتاعها اللي بيجي موجود مع الصدفه، يعني برضو دي نقطه هتكلمت فيها. وخلي بالكوا النقطه دي هتعمل مشاكل كبيره، هتعمل مشاكل كبيره اذا ما اتحلتش. لازم هيحصل تقعدوا كده مع بعض وتتحققوا كل المشاكل، حتى لو انتوا مش هتكملوا مع بعض تقعدوا مع بعض كده وتتفقوا الحياه هتمشي ازاي بعد كده، سليم مصيره ايه معاكم انتوا الاثنين. دي برضو نقطه، مصير القناه اللي موجوده مع عائله الضني دي، مصير القناه ايه والفلوس بتاعتها وارباحها رايحه فين. كل الحاجات دي لازم يحصل قاعده كده، ما ينفعش انتوا هتفضلوا شادين من بعيد لبعيد، لان هيحصل مشاكل فيما بعد. وطبعا اتكلمت ان هو يغير، ان هو يغير باسورد او ما يغيروش، هي مش فارق معاها باي شيء. طبعا دي حاجه بتخش بقى على هشام متولي. هشام متولي في البث الاخير اللي عمله كان بيوجه رساله غريبه جدا جدا، ان طبعا الناس بتساله في التعليقات ان هيبقى في منافسه بسبب الحاجه اللي هي عربيه الكبده اللي هو عاملها، فطبعا في منافسه وهتبقى منافسه شرسه مع صدمه جاز على حسب الكلام اللي هو بيقوله ده، كلامه على لسانه مصمم ان هو اسمها صدمه جاز، هو مش عايز يوضح الاسم، وطبعا احنا عارفين الكلام رايح لفين ورايح لمين، فمصمم ان ايه بيتكلم كده بيقول لك مفيش حد يقدر يتحداني، وانا الكبير وانا الكينج وانا الجمهوريه الجديده وانا اللي هعمل واسوي. طبعا ده كلامه. وقال من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها طبعا صدفه لما اتكلمت في فيديو ليها وقالت لك ان هي ما كانتش تعرف في حاجات خرجت بدون علمها، فطبعا هو حب يرد بطريقه تانية وبيقول لك انا مفيش حاجه هتخرج من عندي الا لما اكون عارف هي رايحه فين وجايه منين، لو اتاخد حتى يعني حاجه بسيطه كده هيبقى عارف دي رايحه فين وجايه منين، ويبقى عارف الحاجه بتاعته بتروح فين. وبالذات طبعا الكلام كان على الكبده يعني. بس في حاجه غريبه هشام قالها وصمم ان هو يكررها مرتين ثلاثه في البث بتاعه، قال وهو شتمته على الخدامين وحب ان هو يكررها كتير، ولالات الاصل كلم على الخدامين ولالات الاصل. بس يا هشام انا بعتب عليك في النقطه دي، وما كانش ينفع تخرج منك ان ما ينفعش توجه رساله للناس اللي بتخدم، كلنا خدامين اكل عيشنا وكلنا بنخدم، فما ينفعش ان انت تقول خدامين. حتى لو كنت بتوجه رساله لحد معين، انت ما وجهتش رساله لحد معين، انت اتكلمت على كلمه خدامين. ما هو الست اللي بتخدم دي بتخدم ليه؟ ما عشان اكل العيش وعشان الدنيا الصعبه. فنحن ما نعممش الكلام ونقول لا، هي وجه رسالتك لشخص معين عشان تبقى انت عارف انت بتوجهها لمين، ما توجهاش للعام، لان توجيهك للعام هيزعل ناس كتيره منك. طبعا فضل الشتيمه المستمره لصدفه جاد واخوها محمد، وطبعا يعني زودها شويه، بس طبعا انا مش حابب ان انا اتكلم في الموضوع اكتر من كده. بس يعني القنوات ما زالت بتنتقد بقوه، والشتائم ما زالت مستمره، والدنيا بقت صعبه اليومين دولت يعني بجد، نسال الله العفو والعافيه. طبعا انا مش هطول عليك اكتر من كده، وجيت في نهايه الموضوع ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وتعليق جميل، ولو في اي حساسيه مني انا كمحمد عراقي انا منتظره معاكم في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله. وجيت في نهايه الموضوع اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.